يا هلا والله يا جماعة، أهلين في فيديو اليوم. شوفوا المكان الجديد. اي والله مكان جديد، المكتب الجديد حق أسامة ما شاء الله. نبارك لأسامة، الله يبارك فيكم. كنت نصور هنا، في عندنا أكثر من لوكيشن نقدر نطلع منه محتوى مرة حلو إن شاء الله يعجبكم. إيش الفيديو اليوم؟ سيبوه علي. فيديو اليوم إيش تأكل قبل التمرين وبعد التمرين؟ حلو. شوفوا يا جماعة، لما واحد أكل قبل التمرين مهم وبعد التمرين مهم. اليوم هنعرف إيش الأكل اللي تأكله، بعض الكميات، لانه الاكل هنعرف ايش فوائد الوجبه حقت قبل التمرين بالتفصيل. يعني بالتفصيل حنجيب لكم هي الكارب وايش تاكل، بروتين وكذا. يعني اكلات بسيطه لو اكلتها قبل وبعد ادائك حيتحسن، حتصير مره اقوى في التمرين وعندك طاقه. والاحلى من ده انه اليوم جهز لكم تمرين ايش؟ تمرين اكتاف. التمرين حيكون حريقه. قبل ما يبدا، لو ما انت مشترك اعمل سبسكرايب، اشترك الان في القناه. دقيقه قبل ان نقول يا جماعه، برضو في التمرين هذا حنعلمكم كذا تريك كيف أيوه. تسوي الفورم 100% صح، وبعد التفاصيل اللي تخليك تسويه 100%. يلا يا جماعه سووا لايك، خلونا نبدا. اول شيء بوجبه قبل التمرين او البري ورك اوت ميل. هذه الوجبه تعتبر من اهم الوجبات في اليوم الانسان الرياضي. ليش؟ بكل بساطه لانها حتعطيك طاقه اكثر. الطاقه الاكثر معناته حتتمرن افضل، تمرينك ممكن يكون اطول، اوزان اكثر، ما تحس بتعب. هل الوزن الاكثر حيجيب لي عضلات اكثر؟ ايوه، لو انت تقدر تشيل وزن ثقيل ولكن ما بتشيله لانك ما عندك طاقه، فوقتها الوزن حياثر على بناء العضلات، وهذه الوجبه برضه حتاثر على تكنيكك الرياضي. فهي ما حتاثر على خساره الدهون والعضلات بشكل مباشر، لكن حتاثر بشكل غير مباشر. مين الناس اللي لازم ياخذوا وجبه قبل التمرين؟ اذا شخص نسبه الدهون عنده قليله، فما عنده مصادر طاقه في جسمه سواء من الدهون وغيره، فلازم ياخذ وجبه قبل التمرين. اذا شخص قاعد ينشف، معناته بياكل سعرات اصلا على مدار اليوم قليله، فما حيكون في انرجي في جسمه من اليوم اللي قبله او من سعرات اليوم اللي قبله، فلازم ياخذ وجبه قبل التمرين. والشخص الثالث اللي تمرينه جدا قوي، ونتكلم عن ناس بادي بيلدينج، الناس اللي تلعب تمارين حديد، يحتاج وجبه قبل التمرين. اذا واحد باور ليفتر مو مره حيحتاج، لانه ما حيودي الجلايكوجين اللي في جسمه بشكل كافي، وفي نفس الوقت بيريح فتره طويله بين الجلسات، فمو لازم ياخذ بري ورك اوت ميل. لكن شخص بيلعب حديد بشكل عادي او بادي بيلدينج لازم ياخذ بري ورك اوت ميل. متى ناخذ وجبه البري ورك اوت او وجبه قبل التمرين، ومن ايش تتكون هذه الوجبه؟ في ثلاثه حالات. الحاله الاولى، متى ناخذ الوجبه؟ لو واحد اخذ وجبه قبل التمرين بفتره طويله، يعني 3-4 ساعات، وهذا ما هو شيء افضل وقت، ولكن خلينا نشرح هذه الحاله على حسب موعد تمرينك وكيف جدول يومك. لو كانت وجبه قبل التمرين من 3-4 ساعات، فانت طبقك راح يكون زي هذا الطبق بكل بساطه، مصدر بروتين. حتاخذ تضرب وزنك بالكيلو في نص، يعني لو واحد وزنه 70 في نص حياخذ 35 جرام بروتين، وحتضرب واحد في وزنك حتاخده كربوهيدرات بالاضافه الى الخضروات. طيب اكل دجاج ولا لحم ولا سمك؟ اذا انت تمرينك حيكون بعد الوجبه 3-4 ساعات، فلازم تاكل كمان دهون، فبالتالي البروتين حيكون بروتين فيه دهون عاليه زي السالمون واللحم. سالمون ولحم لو تمرينك بعد الوجبه بكثير. كربوهيدرات تضرب وزنك في واحد وزنه 100 حياخذ 100 جرام نت كربوهيدرات، واحد وزنه 70 جرام نت كربوهيدرات، تعتبر نسبة كارب كثيرة. صحيح، سواء بتنشف أو بتضخم، وجبة قبل التمرين هي أكثر وجبة لازم تحط فيها من الكربوهيدرات حقتك. الحالة الثانية، وهي أفضل حالة، إنك أنت تاكل قبل التمرين بساعة إلى ساعة ونص، وهذه أفضل حاجة وأفضل طريقة. من إيش تكون الطبقة المفروض في هذا الوقت؟ كربوهيدرات سريعة الامتصاص وبطيئة الامتصاص. بطيئة الامتصاص حتكون مثلا زي الرز، وحناخذ معاها سريعة الامتصاص فواكه، أي فاكهة أنت تحبها، بورشن معقول. حتى لو تحب تاخذ مثلا بطيخ أو أناناس بمعدل 100 سعرة حيكون شيء مرة ممتاز. مصدر البروتين حيكون سريع الامتصاص لأنه تمريننا قريب، فنحتاج يكون في أحماض أمينية، فحتاخذ وقت عبين ما تتكسر، فحناخذه من صدور الدجاج أو الدجاج بصورة عامة، والسمك طبعا خضروات نحتاجها دائما للألياف والفيتامينز. كمان النسب حتكون نفس الحاجة، وزنك تضربه في واحد، هذا الكرب
كربوهيدرات، وزنك تضربه في نص، هذا للبروتين. كمية الوجبة حتكون نفس الشيء، كربوهيدرات وزنك في واحد، واحد وزنه 80 جرام كربوهيدرات. البروتين وزنك في نص، وزنك 80 حتاخذ 40 جرام من البروتين مع الخضروات، هذا شيء أساسي، الفيتامينات والمعادن، ولا ننسى الفاكهة اللي انت تحبها. الحالة الثالثة والحالة الأخيرة، إذا انت حتتمرن بعد نص ساعة أو 40 دقيقة وانت ما أكلت ولا حاجة، في هذا الوقت حقول لك لازم الفات او الدهون يكون صفر زيرو، بس حناخذ بروتين وكارب سريع. كارب سريع مالك الا الفواكه، موزه، برتقاله، تفاح، الشيء اللي انت تحبه، مع سكوب واحد بروتين اللي انت تحبه، تخلطه مع مويه مو مع حليب عشان سرعه الامتصاص، تاخده نص ساعه 45 دقيقه تبدا تمرينك على طول. ودحين حنروح النادي نتمرن تمرين اكتاف مره عنيف، لكن قبل ما نروح حب اذكركم بموقع عمارفيت.com لاي شخص بغير حياته، مبتدئ ولا محترف، ولد او بنت، كبير ولا صغير، البرامج تناسب الجميع، في برنامج تنشيف، برنامج تضخيم، وبرنامج تمارين منزليه، كلها مصمم حسب هدفك، نظام غذائي محسوب السعرات الحراريه والماكروز، كل وجبه في اكثر من اختيار عشان لا تطفش او تمل، في نفس الوقت نظام التمارين مصور بالفيديو بشرح لك كيف تسوي التمرين، التكنيك، عدد التكرار، الكارديو، البطن، شرح المكملات والتسخين والإطالة، برنامج كامل متكامل من الألف إلى الياء بسعر 329 ريال اشتراك مدى الحياة، فرصة مرة حلوة إذا أنت جديد في النادي وما تبي تروح عند مدرب، هذا حيعلمك كل حاجة تحتاجها. ويلا دحين خلونا نروح النادي. وصلنا النادي، حنلعب اليوم 4 تمارين لعضلة الكتف، كل تمرين حيكون 5 جلسات، التكرار 15، بعدين نزود الوزن 12 10 8، واخر جلسة حنلعب 6 عدات ووزن ثقيل. اول تمرين حيكون دمبل بريس، كوعي يكون على جوا، حبدا من هنا عند اذني، اطلع طلوع كامل وانزل نزلة بطيئة. التمرين اللي بعده تمرين الرفرف الجانبي، ركز هذه الطريقة، يدك ما تكون مستقيمة، تكون فيها ثانية بسيطة، والحركة من الكوع، تمام، بهذه الطريقة. اوكي، اللي بعد، وفي هذا التمرين اهم شيء الوزن مو مرة يكون ثقيل، حتطلع عليه محاذاة كتفك، ما تطلع زيادة ولا تنزل هنا، لا اطلع عليه محاذاة الكتف، والنزول دائما يكون بطيء عشان تقاوم الجاذبية، فتسوي تنشن اكثر وستريس على العضلة، فمو لازم وزن ثقيل، اهم شيء تكنيك. التمرين الثالث حيكون فيرتيكال بريس كلوز جريب، يدك ما ينفع تكون على برا عشان لا تتعور، دائما دخل كوعك جوا في كل تمارين الكتف، تطلع طلوع كامل وتنزل بشويش. طيب، واذا حبيت تلعب هذا التمرين وزن عالي، العبوا سنجل ارم بالطريقه هذه، وزي ما قلنا الكوع على جوا، دائما لما تدفع ادفع النفس على فوق كده تسحب. اوكي، تمرين الكتف لو مسكنا هذه المسكه، هذه اسمها اندر هاند، اي مسكه اندر هاند حتشتغل على الجزء الامامي من الكتف، لو سوينا كده اوفر هاند على طول البريشر حيصير في الكتف الجانبي، فاحنا بنركز على الامامي، نلعب الاندر هاند، تطلع بمحادات عينك وتنزل بشويش. ما قلنا ليكم الموية، أنا الآن شربت الربع، أكمل النص الآن. وأهم من الموية، عارف إيش يا مشعل؟ أهم من الموية إنكم تتابعونا في حسابنا في سناب شات والإنستغرام، هذه حساباتنا ولازم كلكم تتابعونا. التمرين الأخير حيكون فيس بول لعضلة الكتف الخلفي، أغلب الناس عندهم مشكلة العضلة وما تكون موجودة أصلاً إنه يتمرنوا غلط، اسم التمرين فيس بول، يعني تسحب سحبة على وجهك. في ناس يلعبوه زي كذا، كذا انت قاعد تلعب تسحب بالظهر، فيس بول تسحب على فوق، كانك جالس تسوي دبل بايسبس، نفس الفكره بالضبط، تثبت، لوح الكتف مقفول، تسحب على فوق، رجعه بطيئه. ما يحتاج وزن ثقيل، تركيز عشان تفعل عضله صح. وبالنسبة للجريب يا جماعة، المسكة ما تفرق سواء كده أو كده، وأنا حلعبه بطريقة ثانية، حلعبه وأنا في الأرض.
خلصنا التمرين كان تمرين مرة حلو وعنيف، اللي عنده أي مشكلة في عضلة الكتف يسوي ذا التمرين وحيدعي لنا ويركز في التكنيك اللي إحنا قلنا عليه. دحين إحنا جيعانين، جاء وقت وجبة بعد التمرين the post workout meal. خلونا نروح الاستديو نعرف إيش هي دي الوجبة ومن إيش تتكون. وزي ما شفتوا خلصنا تمرين اليوم، وتمرين اليوم كان تمرين اكتاف ومره ممتاز، وشرحنا ليكم كل التفاصيل عن تمرين الاكتاف، فلا اشوف احد فيكم يسوي التمرين غلط، انتوا عارفين انا ما عندي مزح. الان نجي عند وجبه بعد التمرين. وجبه بعد التمرين تقريبا زي وجبه قبل التمرين، بس حنركز على البروتين اكثر، لانه انتوا عارفين بعد التمرين نحتاج بروتين لانه مليء بالاحماض الامينيه. بالنسبه لكميه البروتين النص وزنك زي ما ذكر انمار، وبالنسبه للكارب اذا كنت بتنشف حتاكل نص في وزنك، واذا كنت تبغى تحافظ حتاكل واحد، واذا كنت تبغى تضخم حتاكل 1.5 يعني 1.5. وبرضه بالنسبه للبروتين تاخذ المكملات الغذائيه زي البروتين شيك، وتقدر تاخذ مصدر ثاني للبروتين اللي هو المكملات الغذائيه، فتقدر تاخذ سكوب وتاخذ معاه موز او تقدر تاخذ سكوبين، تمام. وفي الختام التغذية مرة مهمة، وانتوا عارفين التغذية مو 70%، لا التغذية 100% والتمرين 100%. وفي النهاية اذا ما كنت مشترك في القناة ضروري تشترك في القناة، ولا تنسى اللايك وشير لكل اصحابك، احنا قاعدين نسوي كده عشان نفيدكم ونساعدكم في مسيرتكم الرياضية. اتمنى تكونوا استفدتوا، ولا تنسوا تتابعونا في حساباتنا على السوشيال ميديا، ونشوفكم في الحلقة الجاية.